الآن أعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريم الأستاذ أحمد الدفينة. آسف للمقاطعة يا أستاذ أحمد، كنا قد تمنينا، وهذا نفعله ويخرج من أعماق قلوبنا، تمنينا أن ينعم الله ببركة هذه الأيام على شعبنا في السودان بالأمن والسلام في أقرب الآجال. استفهامي الآخر كان عن موقفكم يا سيدي مما يحدث. طيب، أولا أنا داير أثبت شيء بسيط. أنا أحمد الدفينة منتمي إلى قوى الوفاق الوطني، وأمثل في هذه القوى. أنا رئيس لقوى الوفاق الوطني ولست في قوى الحرية والتغيير. أشكرك يا سيدي على هذا التصحيح. تفضل، سأعرفك نعم. بأنك أحد الفاعلين في قوى الوفاق الوطني، رئيس قوى الوفاق الوطني. أهلا وسهلا سيدي الكريم. نعم. تفضل سيدي. طيب، وموقفنا معلن تماما، لا الحياد في ذلك. الآن هو موقف الوطن، موقف الشعب السوداني جميعا، وهو الوقوف ليس خلف بل أمام ومع القوات الشعب السوداني الباسلة. هذا هو الموقف الوطني المعلن منذ أول يوم في لهذه الأحداث المؤسفة. الجيش الوطني إذن هو خياركم. نعم، نقف في هذا الموقف باعتبار أنه هذا هو موقف الوطني، موقف يعني نحن حتى موقف الحياة نعتبره الآن في هذه الأوقات هو موقف طبابي. على الناس أن تسمي الأشياء بمسمياتها تماما، رغم الخلاف الذي قد يكون مع قادة هذه القوات، ولكن نحن الآن في موقف واضح، يا أبيض يا أسود. على جميع القوى السياسية المدنية أن توضح موقف واضح، وهذا الموقف يعني يجب أن يكون وطنيا، يعني مع الشعب السوداني ومع الوطن. يعني ما أظل أردده دائما وفي كل اللقاءات، يعني هو الخوف من اصطفاف المدنيين في هذه المعسكرات الاثنين. هنالك معسكر واحد الآن يجب أن يصطف حوله هذه القوى السياسية، القوى المدنية، لاتصالات مع بقية القوى السياسية الوطنية، القوى الكتلة الديمقراطية، الحرية والتغيير، المجلس المركزي، نحاول أن نخرج برؤية وطنية واحدة في الأيام المقبلة. لكن للأسف هنالك العديد الذين لم أستطع التواصل معهم إلى الآن. نحن ذاهبون في هذا الخط، لن نتراجع قيد أنملة. ما أود أن نتحدث عنه عن الوضع الإنساني الآن، وهو ما يمكن أنا ذكرته على هذه الشاشة صباح اليوم، وأعيد أذكره ثانيا، لأنه أنا تجولت في معظم المناطق القريبة مننا. يعني أولا عدد الشهداء الآن فاق 330 شهيد إلى 350 شهيد مدني، إضافة إلى أن هنالك 3200 مصاب هم بحاجة إلى العلاج، نتمنى يعني عاجل الشفاء لهم. الموقف الصحي غاية في الخطورة الآن، يعني في انزلاق بشكل سريع جدا للهاوية في هذه الـ يعني في هذا الجانب الصحي. الجانب الغذائي، حتى المناطق اللي الآن عادت إليها الحياة بصورة شبه جيدة، هنالك انعدام نوعا ما في يعني، أو خلينا ما نقول انعدام. الآن الأفرام الخبز شغالة بما لديها من مخزون، هنالك إشكال في الوقود بالنسبة للعربات. حتى فترة الهدنة التي تم يعني التي انتهت منذ ساعات، هنالك أناس لم يستطيعوا أن يخرجوا، وناس خرجوا على للأسف الشديد. وهذه ليلة عيد، والمفارقة تصبح مؤلمة جدا.